نتكلم ان بكره عندنا مباراه مهمه جدا امام بيراميدز، واكيد هي مباراه برضو مش هنقول انها سهله، ده بنتكلم في الدوري. عوده بقى الفريق للمسابقه المحليه بتحديات اكيد مختلفه جدا بعد حسم التاهل لنهائي افريقيا، ليه اكيد برضو ابعاد كتيره خلينا نتكلم فيها. بس نرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق وعضو لجنه اكتشاف المواهب النادي. صباح الجمال والنصر والخير يا رب. صباح الفل على حضرتك وعلى كابتن كريم. صباح الفل يا كابتن، منورنا كالعاده، بنسعد بوجود حضرتك معانا. الله يخليك. وجايين من افريقيا راجعين على المحليات بقى، المباريات المحليه، وطبعا زي ما الهوند كانت بتقول بكره ان شاء الله البدايه مع فريق بيراميدز. عايزين نعرف منك مبدئيا قبل ما ندخل بقى في التفاصيل، هل فكره العوده منتصرا من المحفل الافريقي هيبقى له انعكاسات ايجابيه ويزود من ثقه اللاعبين ويدعم من اقدامهم اكتر في مباراه الغد، ولا مش بالضروره من منطلق ان احنا دايما بنقفل صفحه ونفتح صفحه جديده؟ هو اكيد يعني بتفق معاك، النادي الاهلي جاي من نشوه انتصارين على فريق الترجي والصعود للمباراه النهائيه وقدم مستوى جيد جدا على مستوى الجهاز الفني واللاعبين. صحيح. وقدر يتفوق وظهر بصوره كويسه جدا يعني. فطبعا الناس كلها بتقلق مع النادي الاهلي او مع اي حد يعني يكون جايب من بطوله كبيره وتيجي تلعب ترجع ثاني للدوري المحلي، فكله بيبقى خايف اللي يحصل لا قدر الله دروب او يحصل اي اهتزاز في المستوى او عدم الاتزان بالنسبه للاداء يعني، لان انت جاي من حاجه عاليه جدا وراجع للمسابقه المحليه. واحنا بقى لنا كتير النادي الاهلي عنده 8 مؤجلات يعني، بقى له فتره كبيره وتحسبها تلاقي داخل 50 يوم ما لعبش مباريات محليه. فهي طبعا المباراه وكمان جايه في ظروف يعني ايه، جايه مع بيراميدز فريق برضو يملك لاعبين جيدين وعندهم امكانيات كويسه جدا، بس برضو طالع من البطوله الكونفدراليه وعنده دروب وعنده مشاكل، عنده دروب جامد، ويمكن ده السبب ان لسه في خبر ما بقالوش كام ساعه تغيير المدير الفني. تغيير كمان. اكيد تغيروا الجهاز الفني، جابوا تاكيس اللي هو كان ماسك دجله مكان المدير الفني اللي كان موجود قبل كده، لان النتائج كانت برضه مش مظبوطه على المستوى الافريقي والمحلي، فمدرب جديد. بس هو توقيت عجيب شويه؟ هو مش يعني ممكن يكون، ولا كان في اضطراريه لده؟ ممكن يكون في اضطراريه لسبب، اي منظومه في الدنيا لما يكون في اهتزاز في الفريق بيغير مدير فني، صعب جدا تغير 25 لاعب. فهو النتائج ما كانتش على مستوى زي ما بيقولوا ايه الحدث بتاع البيراميدز، ان هو عنده يملك لعيبه كتير جدا طبعا، صارفين كتير جدا، عندهم امكانيات كبيره، والناتج غير مرضي بالنسبه للمسؤولين، لا يتناسب سواء في المستوى المحلي او المستوى الافريقي. خروج من الكونفدراليه بصوره يعني برضو ايه ما تلاقيش بيهم، لان عندهم امكانيات، وبرضو المستوى بتاع الدوري المحلي من ساعه من بدايه الموسم رغم ان هم جمعوا نقاط بس مش ده مستواهم اللي هو يعني المفروض يكون على الارض يعني، عندهم امكانيات احسن من كده. فطبعا بالظروف دي كلها النادي الاهلي حاطط قدام عينه بالنسبه للعيبه والجهاز الفني كل الاحتمالات دي كل الاعتبارات دي، ومركز تركيز عالي جدا جدا، لان النادي الاهلي عودنا ان هو بيفصل زي ما حضرتك تفضلت بين المنافسات الافريقيه واي استحقاقات عنده وبين الدوري المحلي. فقفلنا الصفحه بتاعت الترجي وان شاء الله وصلنا للمباراه النهائيه باذن الله. التركيز كله دلوقتي في بطوله الدوري، عندنا 4 مباريات صعبين جدا بدايه من بيراميدز، مقاولين، المقاصه وسموحه، انا ما اعتقد مقاولين بيراميدز والمقاصه، مصر المقاصه ده اخر ماتش، والمقاولين وسموحه. بدايه مش عارفه سموحه ممكن بدايه من مباراه بكره، مباراه مهمه في مسيره النادي الاهلي في البطوله، بطوله الدوري اللي هو احنا الحمد لله متعودين دي البطوله المحببه لجميع النادي الاهلي. اللعيبه مركزه جدا، مسوماني مركز، والفتره اللي فاتت بصراحه قدم اداء ومردود جيد جدا جدا بالنسبه ليه كمدير فني. انت في 8 شهور يا كابتن صديق، انت مع الاهلي بس بقالك 8 شهور، وبص حجم يعني معلش الانجازات اللي بتتم. لا طبعا رجل يعني محترف، لا وبينافس كمان على كل البطولات المتاحه تقريبا دلوقتي، يعني بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. هو رجل المرحله اللي فاتت والمرحله اللي جايه. كان في شويه برضو عشان نديله حقه شويه نقد كده بسيط من بعض سواء لو اعلام او المنظومه الجماهيريه في مصر يعني. الراجل تفوق وما سابش حد ان هو يقول عليه اي حاجه خارج عن النص، كل المشاركات يعني ربنا كرمه يتفوق فيها، وكل البطولات غير بس كاس العالم للانديه وبرده حقق مركز ثالث. فاحنا لازم نديله الافانتاج ونديله الفرصه الكبيره ان ما حدش يعني ايه يشغله عن تركيزه بالنسبه للنادي الاهلي. هو عامل حاله كويسه مركز، والراجل بيبتكر يعني، شوف اكتشف
في الباك رايت اكرم, أكرم طبعا. الفتره اللي فاتت عمل مباراه كبيره جدا من ضمن الاسباب الاساسيه والرئيسيه اللي احنا تفوقنا على الترجي, مسك اهم مفاتيح لعب عندهم المباراتين كانه كان مش موجود. صحيح, وطمنا كتير, طمن كل الناس اللي كانت قلقانه من غياب محمد هاني كمان, وغياب هاني وهو يعني شوف قفشه استنى عليه برده لما خاف اشركه جزء بسيط, جه المباراه الثانيه اداله فتره كبيره, شريف تفوق, الراجل عامل حاله داخل النادي الاهلي, فلازم نكمل معاه المسانده والدعم الجماهيري من جماهير الاهلي الكبيره. انا شايف ان هو مستعد استعداد جيد جدا, بداوا التمرينات امبارح على اساس ان المباراه مش سهله بتاع بيراميدز, واحنا عندنا ثقه في ربنا ثم في لعيبه النادي الاهلي ان هم يعني ان شاء الله يحققوا الانتصار في بدايه الرجوع لمباراه الدوري العام باذن الله. كويس جدا. لو جينا خدنا نظره عامه كده, لان احنا غبنا شويه, كان عندنا زي ما اتكلمنا الملف الافريقي وبعدين رجعنا, شكل المنافسه احنا لا ننظر للغير بطبيعه الحال, الاهلي ما بيبصش للغير يعني, ولكن احنا عايزين او نفهم من حضرتك شكل دلوقتي المنافسه, حضرتك شايفها ازاي يعني في الدوري, وفي نفس الوقت معلش هتكلم عن ماتش مصر المقصه ان هو يوم 11 وانت عندك بطوله يوم 15 17 تخص تخص الاتحاد, لا 15 17 التاجيل ده يخص الاتحاد. انا مع حضرتك بس وجهه نظرك ايه؟ نتكلم على الدوري. السؤال الاولاني اتفضل لحضرتك, تفضلتي ازاي ان احنا نرجع للمنافسه. طبعا النادي الاهلي عودنا كابتن كريم كل المؤجلات المواسم اللي قبل كده بيكون مركز جدا جدا فيها, زي ما قلت لك بيفصل بين الماتشات اللي فاتت وماتشات الدوري, فهو عينه على البطوله برده كل ماتش بماتشه, ان شاء الله باذن الله يقدر يتفوق الاربع ماتشات اللي جايين او الثلاث مباريات, لان ممكن يحصل تاجيل ان شاء الله لو توفقنا, لان هيفرق معانا في النهائي. الماتشات دي الاهلي بياخدها كل ماتش بماتش وتركيز عالي جدا, واحنا عندنا الحمد لله بنك كويس البنك الاحتياطي, وعندنا اللعيبه اللي بتبدا مميزين جدا جدا, وحاطين في يعني قدامهم جماهير النادي الاهلي قبل اي شيء, لان دي الدعم الاول الحقيقي للنادي الاهلي, فاللعيبه مركزه جامد جدا ان هي عمرهم ما يغزلوا الجماهير, فبينزلوا عشان انتصار, يبقى في انتصارات متتاليه ورا بعضيها, دي اللي هتخلينا نقرب من المنافس. المنافس فارق عليك ب 20 بونت لان لعب مباريات اكبر منك, احنا فارق 17 ماتش بس, ما هو لعب 8 ماتشات زياده. لو احنا توفقنا في المباريات المؤجلات باذن الله يبقى عندنا فرق 4 بونت بيننا وبين المنافس. ايا كان المنافس, النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول, بس ده معناه ان مفيش اي مساحه لوجود اي مفاجات او مستجدات. بص احنا بنتكلم بافتراض ان احنا الثمان مؤجلات, نتكلم كوره برضو, نتكلم كوره. الواحد ايه في كره القدم المباراه فيها فوز فيها تعادل فيها لا قدر الله هزيمه, طب. فممكن اي مدرب او اي فرقه يسقط منك ماتش تعادل او لا قدر الله يحصل اي اهتزاز, دي ورده. صعب جدا جدا برضو المنافس هياخد كل المباريات فوز, هيبقى في عراقيل سواء للمنافس او للي في نص الجدول او حتى الناس اللي بتحاول تهرب من الهبوط تحت, في ناس بتكسب في ناس بتخسر, كل حاجه وارده. بس النادي الاهلي الحمد لله تركيزه عالي جدا, المنظومه كلها ان احنا ما نسيبش اي حاجه تبقى وارده, يبقى في دقه وتركيز من اللعيبه, واحنا الحمد لله يعني الناس اتحطوا في مواقف, كان بعض المواسم كان في فرق 12 بونت, كان في فرق 15 بونت, والاهلي بيقدر بيقرب وبيعرف يجيب المنافس وبيعرف يحقق الهدف. في ماتشات يعني بعض الاعلاميين قال لك الاهلي ممكن يبقى السادس السابع يبقى كويس بالنسبه له, طبعا اللي كان بيسمع الاعلام اللي بيتكلم كده بيضحك بيبتسم في التلفزيون في احد القنوات. لا بصراحه انا عن نفسي انا ضحكت جدا جدا, لان هو شبه الاعلامي ده شبهي شويه, قال لك الاهلي كويس لو طلع السادس او السابع, صدقني انا ضحكت جدا السنه دي. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع اتكلم كلمتين بس وفي الاخر قال لك خدنا الدوري, خدنا الدوري وخلاص, احنا بنرد النادي الاهلي بيرد بالملعب على الارض. صحيح. فان شاء الله المؤجلات دي باذن الله باذن الله النادي الاهلي يتفوق ويقدر يجيب اي منافس, والماتشات كلها وارد زي ما قلت لحضرتك ان يحصل اي حاجه, بس مش عليك انت بس, على كل الفرق اللي موجوده في الدوري, وانا بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي ان الاهلي اتحط في مواقف كتير زي دي ونجح بامتياز. جميل. ان شاء الله كل اللي حضرتك بتقوله يتحقق وبحذافيره. حستأذنك بس نقف عند النقطه دي, هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل عشان السؤال الثاني بتاع نهاوند, هنرجع على السؤال بتاع نهاوند. انا بنسى اسئلتي.
كنا بنسال كابتن ستي قبل الفاصل، هل ممكن يبقى فيه يعني من وجهه نظر حضرتك تاجيل لماتش مصر المقصه تحديدا، لان هيكون الفرق بينه وبين النهائي الافريقي بتاع يعني 5 ايام تحديدا، واعتقد لو التاجيل تم هيكون لمصلحه الاهلي بشكل كبير جدا، فوجهه نظر حضرتك في النقطه دي ايه؟ واكيد بعد كده حابين بقى نروح نتكلم عن هل هيكون هناك تغيير مثلا من وجهه نظرك في خط الهجوم، روتيشن بين اللعيبه علشان الماتش بتاع النهائي بتاع افريقيا. وطبعا لو المباراه بتاعه المقصه اتاجلت للمسافه قريبه بينها وبين يوم 17 النهائي، فطبعا لو اتاجلت هتدي ارتياحيه للجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، لان هيبقى في ضغوطات، هنادي 3 مباريات من الاربعه وبعدين هتخش على المباراه الرابعه، هيبقى صعب جدا، فالمفروض المباراه دي تتاجل لصالح النادي الاهلي وصالح الكره المصريه. انا بالظبط النادي الاهلي ما بيلعبش باسم النادي الاهلي بس، هو اللي كمل في البطوله بيلعب باسم مصر. ما هو من هذا المنطلق الواحد بيندهش، احنا ليه يعني متخوفين لا ما يحصلش التاجيل؟ هو مش من مصلحه الكل ان الفريق الوحيد اللي بيمثل البلد في محفل رياضي قاري زي ده؟ مش الطبيعي ان كل الاجهزه او كل الاشخاص المعنيين كل المنظومه الرياضيه يسهلوا مهمه النادي الاهلي؟ اكيد اكيد الناس لازم. ليه متشككين في ده؟ لا مش متشككين، اللي احنا حصل قبل كده نفس الظروف وما كانش فيه مؤجلات، فدي تفرق وتفرق وهتضر النادي الاهلي، لان مش هتدي لهم ارتياحيه، المباراه صعبه جدا جدا، هتلاعب فريق قوي ونهائي دوري الابطال، فلازم يكون في قبلها فتره راحه عشان يكون التركيز عالي من الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله ما يكونش في اصابات، يكون في يعني هدوء للجهاز عشان يشتغل موسيماني، ما يبقاش مضغوط. الارتياحيه ان يكون عدد ايام وقت كافي يحضر لعيبته، ان يبقى في سفر والمباراه انت عارف في المغرب، وما يبقاش في ضغوطات على اللعيبه ولا الجهاز الفني، فلازم يكون في مسانده من اتحاد الكره وكل المعنيين على المنظومه الرياضيه في مصر، لان الاهلي بيلعب باسم مصر ما بيلعبش باسم النادي الاهلي بس. صحيح. الترجي لما كان بيلعبك كان بيأجلوا له كل المباريات اللي في الدوري اللي في التونسي، لو بتلعب نفس الكلام فريق جزائري فريق مغربي اي فريق في افريقيا برضه بيأجلوا لهم المباراه بتاعتهم عشان يجي لك اكثر جهوزيه وارتياحيه. فبنتمنى ان الناس تساعد النادي الاهلي يبقى في تاجيل لمباراه المقصه، دي هتفرق معانا جامد جدا 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 بالنسبه للعيبه وبالنسبه للموسيماني لتحضير اللعيبه والاوراق قبل المباراه المهمه جدا مع الفريق كايزر تشيفز. نقطه الروتيشن بقى لك لو ما حصلش بالنسبه للدوري السيناريو اسوء الحلول الظروف ما حصلش ده، هل انا من وجهه نظر حضرتك كمدير فني مفروض ان انا اعمل روتيشن اغير في الهجوم عندي علشان ما اعملش حمل على اللعيبه عشان عندي ماتش نهائي افريقيا؟ اكيد طبعا دي في حسابات موسيماني، هو بيشتغل برده من اول الدوري، عمليه الروتيشن دي بيعملها مع اللعيبه بدليل ان هو برده ايه حتى امبارح ريح السوليه شويه في التمرين، قبل كده كان مريح قفشه، محمد هاني خرج، اي حد بيحس بحاجه بيبعده، وفي لعيبه تانية بتبقى موجوده بتلعب. انا شايف ان مباراه الدوري هيخش اكتر من عنصر اللي كانوا موجودين اللي ما كانش مشارك بصفه اساسيه في دوري الابطال عشان ايه ياخد مباراه الدوري، يشيل حمل وعب عن اللعيبه اللي كانت بتلعب. كان مثلا رامي ربيعه بعض الاسماء، رامي ربيعه كهربا موجود، صلاح محسن، في لعيبه موجوده، الشحات كان مريح خد جزء بسيط، لا ياخد من الاول، في اكتر من 5 6 لعيبه او 7 لعيبه لو خدوا ومش هيفرقوا بالنسبه للاداء، اكثر جهوزيه وبيتمرنوا كويس، وبعدين عندنا ثقه فيهم، لان الحمد لله الاهلي عودنا مفيش فرق بين الاحتياطي والاساسي، لان الفروقات قريبه جدا جدا، بدليل اللي بيخش اكرم كان بعيد جاي من بعيد ثبت وجوده، عمل مباراتين ولا اروع، ومن ضمن الاعمده الاساسيه الماتشين الاخرانيين. رامي ربيعه كان قاعد بقاله فتره كبيره جدا مش موجود على الساحه، جه من بعيد لعب في المركز بتاعه، ادى اداء قوي جدا جدا سواء في الدوري المحلي او في افريقيا، فدي الحمد لله الاهلي عنده دكه كويسه يقدر في اي وقت ان شاء الله. لو حضرتك قلت من شويه كمان مصطلح لطيف جدا البنك. ما البنك عشان يعني النادي الاهلي عنده بنك للعيبه يعني فعلا على راي حضرتك فعلا ما تحسش بحاجه، حتى في بعض الاحيان ما بيبقاش في اي فروقات تذكر بين اللعيب الاساسي والاحتياطي. المصطلح ده عشان انا كنت اشتغلت بره مصر كتير، ففي الدول العربيه يقول لك البنك يعني بنك الاحتياطي. لا بس هو يعني ينطبق على الحاجة. البنك زي الدكه يعني، بس هي الدكه احنا متعودين عليها، يبقى تبقى حلوه مليانه لعيبه كويسه طبعا، بحيث لما تحتاج اي حد هينزل يأدي المطلوب منه في أي مركز الحمد لله، حتى في حراسة المرمى شفنا لما علي لطفي وقف أدى دوره، أي حد متواجد بيقوم بدوره داخل النادي الأهلي، لأن في مساندة وفي دعم طبعا من أول رئيس النادي لحد الجهاز الفني، الناس كلها بتدعم الفريق.
طيب بما ان احنا بنتكلم عن البنك بقى وبما ان برضو حضرتك عضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي فده برضو جزء مرتبط، خلينا نفهم من حضرتك برضو اكتر وتدينا رؤيه والمواهب اخبارها ايه ومستقبل كده ازاي شكله، خلينا نعرف حضرتك. المواهب الحمد لله موجوده والمستقبل ان شاء الله يكون جيد، بس الفتره اللي فاتت اللي هي بتاعه الكورونا دي فرقت جامد جدا. عملت طبعا عملت دروب في الشغل مع كله، مع في القطاع وفي الاكاديميات وفي المواهب وعلى مستوى مصر كلها. فبس احنا الحمد لله برضو متواجدين، اي حاجه بتطلب مننا من رئيس اللجنه في متابعه مننا الحمد لله جيده، والفتره الجايه ان شاء الله يبقى يكون فيها حركه اكبر باذن الله ان شاء الله. طيب كويس جدا. ولو احنا برضو هنتكلم مع حضرتك كده نفسيا، يعني الشق النفسي ده اعتقد مهم جدا، احنا شفنا ان فتره الراحه اثرت بدنيا على اللياقه ايضا على اللعيبه بشكل ايجابي، ولكن الشق النفسي برضو بيبقى فيه الضغط ده مؤثر بشكل كبير جدا، حضرتك بتقيم برضو ده ازاي مع اللعيبه بتوعنا بالنسبه للدوري المحلي ولا لا على اللعيبه؟ فكره الضغط اللي عليهم بطولات محليه الاهلي. الاهلي لا الاهلي ما قلت لحضرتك بيفصل الاستعداد النفسي بتاعه، الضغوطات والاستعداد النفسي. الحمد لله الجهاز كله، جهاز كله النادي الاهلي في كل واحد ليه تخصصه، الحته اللي عامل النفسي الناس بتشتغل عليها برده كويس جدا جدا، سواء المدرب او كل المنظومه كابتن سيد والناس المتواجده داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي بيشتغلوا عليها كويس جدا جدا، وبيهيئوا اللعيبه بيوفروا لهم مناخ جيد جدا جدا بحيث اي منافسه بيخشوا فيها بيبقوا متهيئين نفسيا. بالظبط مفيش ضغوطات. اقول لحضرتك ليه يا كابتن صديق، عفوا لقطع كلامك طبعا، لان احنا شفنا الثبات الانفعالي والنفسي في ما حدث من احداث شغب في الترجي، يعني المشهد اللي احنا شفناه ده كان بورتريه. ليه؟ لان انت عندك لعيبه طبعا على المستوى البدني وفنيا جاهزين، ولكن على المستوى كمان النفسي متزنين جدا، مهما حدث انا مش شايف غير الملعب، فانا عشان كده حبيت اسال حضرتك. الحدث في الترجي الحدث في الترجي غير عندنا، الترجي اصلا كان متوتر لانه عارف ان هو لاعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي باسمه وتاريخه كان عامل لهم قلق جدا وعامل لهم زعر ان المباراه جماهير الشغب اللي حصل ده من عندهم هما، ده برده ما عندهمش الثبات الانفعالي، بالعكس مباراه على ملعبهم كان المفروض ينقلوا الثبات الانفعالي اللي عندهم للعيبه والمنظومه بتاع الترجي، ما وتروش اللعيبه، اللي حصل ده كله وترهم هما، انما احنا الحمد لله ما هي دي الثبات الانفعالي عندنا جيد جدا، واللعيبه متفوقين في كل حاجه، واللي وفر الثبات الانفعالي ووفر المناخ الجيد زي ما قلت لحضرتك من اول رئيس النادي حد المدرب ومدير الكوره والجهاز الفني كله وكل المنظومه مهيئين كل حاجه للعيبه، فلازم الثبات الانفعالي يكون موجود ومفيش اي توتر. يعني تفصيله المناخ الجيد اللي حضرتك بتتكلم عليها الحقيقه من الامور الملفته جدا للنظر، طبيعي احنا كاهلاويه وعشاق لهذا الكيان المحترم طبيعي ان احنا يعني عيننا ما بتشوفش غير الحاجات اللي هي ايه منوره قوي، لكن الحقيقه التفصيله دي كل الناس اجمعت عليها، فكره ان في منظومه ونظام النادي الاهلي من اهم ما يتميز به الى جانب طبعا الانجازات والبطولات الى اخره، لكن التفصيله دي مخليه النادي الاهلي نادي اقرب للعالميه، لو خدنا في الاعتبار ان لو في عملنا اي مقارنات بين الاهلي وغيره من الفرق المحليه، لا النادي الاهلي هو الاقرب للعالميه أكيد. فطبعا دي نقطه في منتهى يعني الجوده، حاجه كويسه ان هي حاصله طبعا يعني. انا بس هستاذن حضرتك عشان ما نطولش على الزميل العزيز، احنا معانا حالا لايف فيو من استاد الاهلي والسلام عشان نتعرف بقى على اخر الاستعدادات المتعلقه بمباراه الاهلي وبيراميدز مع الزميل العزيز فاروق صلاح. فاروق صباح الفل عليك، وتفضل سامعينك انقل لنا كده باختصار الاجواء عندك عامله ازاي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وكل التحيه طبعا للكابتن صديق الجمال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اتفضل احنا سامعينك، قول لنا بقى ايه الاجواء عندك. طبعا يا كريم احنا موجودين حاليا في استاد الاهلي والسلام اللي بيستعد لاستضافه مباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله 21 للدوري المصري المقرر اقامته غدا بمشيئه الله في تمام الساعه 9. عايز اقول لك ان هنا يعني كتيبه عمل يعني بتسير على قدم وساق، ومجهودات بتبذل على قدم وساق من اجل الخروج بهذا اللقاء، واستاد الاهلي والسلام بيتزين في اجمل صوره لاستضافه هذا اللقاء،
وطبعا طبعا ده عهدنا باستاد الاهلي والسلام في يعني منذ ان الاهلي بيلعب لقاءاته على استاد الاهلي والسلام. طبعا عشان يقربنا من الصوره يحطنا في المشهد انا هيكون معايا المنسق الاعلامي لاستاد الاهلي والسلام الاستاذ احمد عصام. استاذ احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ونقول مجهودات كبيره جدا بتبذل من اجل يعني استضافه لقاء الاهلي وبيراميدز في الجوله الحادية والعشرين. طمنا وحطنا في اخر استعدادات اداره الاستاد والاستاد لاستضافه هذا اللقاء. في البدايه بصبح عليك كريم وعلى يا فاروق قصدي وعلى كابتن كريم ونهاوند مصدر الطاقه الايجابيه اللي كل يوم الصبح يعني كابتن صديق جميل دي طبعا منور الاستوديو. الحقيقه يعني النهارده في عمل يعني دؤوب في الاستاد، والتحضيرات كلها المباراه بكره ان شاء الله قدام بيراميدز، مباراه مهمه للنادي الاهلي. عارفين النادي الاهلي بقى له فتره غايب عن الدوري، فبكره العوده بقى لمسابقه الدوري، فبيبقى في تجهيزات وحاجات خاصه كده بالمباراه. عايز اقول لك ان الاستاد يعني هو دخل في ضمن الملاعب اللي بتستضيف مباريات دوري ابطال افريقيا، ده بيبقى ليه مواصفات وحاجات معينه. الكاف بيجي كان بيشرف عليها في الماتشين، لعبنا هنا ماتش سان داونز وماتش الترجي اخر ماتشين لينا في البطوله، والحمد لله كنا كسبانين 2-0 و3-0 وعاملين كلين شيت وكل حاجه تمام يعني. هنا عايز اقول لك ان من بعد مباراه الترجي لا قبل ماتش بيراميدز بكره الملعب كله حاله عمل. هو بعد الماتش ما بيخلص بيبقى فيه يعني معالجه بقى لارضيه الملعب، بيبقى حصل بقى في حفر كده بتحصل من اللعب ومشاكل بتحصل في ارضيه الملعب بيبتدوا يصلحوها. بعد كده بيخشوا بقى على عمليه التسميد، بيتسمد مرتين في الاسبوع، وعمليه التعقيم بقى فيه عمليه تعقيم كمان بتحصل عشان الوباء اللي احنا فيه اللي ربنا يعني يبعد عننا الشر وعن كل لاعبتنا ان شاء الله. غير كده بقى الناس كلها بتبقى شغاله كل يوم، يعني الاستاد ده انت عارف مقر شركه استادات شريك النادي الاهلي في الوحده الاقتصاديه، المقر بتاعها هنا، العمل كل يوم موجود. وعايز اقول لكم بقى يوم الماتش بقى بيبقى فيه تجهيزات بقى تانية خاصه، الامن الداخليه بتيجي تستلم الملعب، الامن بتاع الشركه الافريقيه اللي بتامن الملعب اصلا طول الوقت بتبقى موجوده، وامن النادي الاهلي كمان بيبقى موجود، بيبقى عمليه تامين على اعلى مستوى للاستاد عشان ضمان بقى الخصوصيه بتاعت لعيبتنا والحفاظ عليهم والضيوف كمان وضيوف المسابقه. موضوع الجماهير لسه لحد دلوقتي يعني في محاولات ان الجماهير ترجع ان شاء الله، وكنا شايفين في ماتش الترجي كان الموضوع قريب قوي، لكن الامن قرر ان الوقت مش مناسب، وكنا ملتزمين جدا بالموضوع ده. والحقيقه يعني جمهور النادي الاهلي عايز اقول لكم ان هو كان ملتزم باقصى درجه، وما شفناش حد بيحاول يدخل او حد يجي على البوابه بيقول والنبي دخلوني والكلام ده كله. الناس كانت ملتزمه تماما، ولسه مكملين برده في موضوع غياب الجمهور، لكن الملعب كده كده هو بيتحضر لاستقبال الجمهور، وفي كمان حاجات في شغل كتير معمول، لسه مغيرين البراندنج بتاع الملعب عشان تمت اضافه النجمه التاسعه. كنا عارفين طبعا ان بعد ما كسبنا البطوله كانت كل اللوجوهات بتاعت النادي اللي موجوده وصور اللعيبه كانت عليها 8 نجوم بس، احنا غيرنا الكلام ده كله وبقت 9، وان شاء الله قريب جدا نغيرها ونحط النجمه العشرة ان شاء الله. استاذ احمد اسالك على الاستعدادات اللي بتتم يوم المباراه بالتحديد لارض الملعب. يوم المباراه انت عارف مستر بيتسو موسيماني بيبقى ليه طلبات معينه بالنسبه لارضيه الملعب، هو بيتواصل اداره النادي الاهلي واداره فريق الكوره بتتواصل مع المسؤولين عن الملعب هنا. عمليه بقى النجيله دي بيبقى ليها طول معين مستر بيتسو بيبقى طالبه، بيتم تحضيره وشايفين الناس شغاله هي عليه يعني. بيبقى في بقى يوم الماتش بيبقى في رش الصبح، الملعب بيترش وبعد كده بيتم التاكيد على النجيله ان المقاس مظبوط وكده، وبعد كده الملعب بيتخطط بقى، وبيبقى فيه بقى رشه اخيره قبل الفرقه ما تنزل تعمل عمليات الاحماء، وبين الشوطين بقى على حسب لو الجهاز الفني طلب ان الملعب يترش تاني بيترش، ما طلبش خلاص بيبقى الدنيا تمام يعني والمباراه بتتلعب. شكرا يا استاذ احمد. شكرا العفو حبيبي. كريم نهواند، يعني بعض النقاط المهمه جدا اللي عايز نتكلم فيها، كان ليا حديث مع الدكتور شريف شديد المدير الاستاد، وقال لي طبعا اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والتعقيم اللي بيتم بصوره مستمره سواء لغرف اللاعبين او الممرات، او يعني بيخصص غرفتين لفريق النادي الاهلي وايضا لفريق الضيف، تبقى غرفه خاصه باللاعبين وغرفه خاصه بالجهاز الفني، التعقيم بيبقى مستمر. طبعا في كل لاعب داخل استاد السلام كل لاعب ليه دولاب او غرفه او مكان مخصص بيه، دولاب بيحمل اسم لاعبي النادي الاهلي. طبعا اجراءات التعقيم والامور دي بتتم بصوره دوريه بصوره مستمره، بتبدا من نهايه المباراه.
ثم يبدأ التحضير أيضا داخل يعني يوم المباراة. عقب انتهاء المباراة بيتم التعقيم بصورة مستمرة حتى موعد المباراة، المباراة القادمة بتبقى بصورة يومية. طبعا يوم المباراة هيتم التعقيم، هيتم اتخاذ كافة الأمور دي. طبعا كانت كل الأمور وأبسط الأمور اللي شفناها النهاردة في استاد الأهلي والسلام اللي بيستعد لاستضافة مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة 21. من جديد تعود الكلمة ليك يا كريم. انت مهمان، كل التحية طبعا للكابتن صديق الجمال، وكل الشكر ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح، واكيد برضو الشكر موصول لاحمد عصام على الكلام الجميل اللي قاله، ويا رب نكون دايما عند حسن ظنك وحسن ظن كل مشاهدي قناه الاهلي. لطيف جدا من احمد. جدا طبعا استاذ احمد، يعني سعداء بهذا اللقاء، وشكرا لزميلنا العزيز فاروق صلاح. واستكمالا بقى لحديثنا كابتن صديق، معلش خلينا نرجع مره ثانيه بقى لماتش الاهلي. نسيت. احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ايه صحيح؟ لا نرجع بس ادينا اطمنا على الاستعدادات. طبعا لا مهم جدا وبتبقى حريصه حقيقي قناه الاهلي ان دايما تبعت كاميرات تنقل خطوه بخطوه صوره حيه لما يحدث، وكمان التدريبات المختلفه والاستعدادات الخاصه بالفريق. أكيد. هروح مع حضرتك بقى وعايزه اتكلم عن الاهلي تحديدا، ولو هنتكلم عن الاجنحه الهجوميه عندنا، وهل عندنا مشاكل حقيقيه فيها، عندنا نقص، يعني خلينا نعرف. لا بالنسبه للنقص الحمد لله ما فيش نقص، الاهلي اكثر جوزيه ومكتمل العدد الحمد لله، ما فيش الا محمد هاني بس كان بعيد، ووليد طبعا بتمنى له الشفاء، من اللعيبه الجيدين جدا واللعيبه الكبار في النادي الاهلي، جاله شد على بعضها لسه الخبر بالظبط. ان شاء الله ربنا يشفيه، يعني هياخد فتره. فالحمد لله الناس اللي موجوده كلها الفترة اللي جاية، أي حد هيقع عليه الاختيار سواء في الثلاث مباريات اللي جايين هيبقى موجود. اللعيبة كلها جاهزة ومتعطشين إن هم يلعبوا، زي ما قلت حضرتك كهربا وحسين وصلاح محسن، يعني الناس اللي هي رامي ربيعة، كل الناس اللي هي بعيد إن شاء الله تخش الفترة اللي جاية، فما فيش قلق. جماهير النادي الأهلي ما تقلقش، دول هيبقوا متواجدين الفترة اللي جاية زي ما قلنا إن يبقى في روتيشن وكده، ومفيش خوف ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه على اللعيبه. كل كلام حضرتك ماشي دايما في سكه الثقه والطمانينه، هل ده معناه ان مفيش اي حاجه بتقلقك في مشوار النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا؟ مفيش امور بعينها يعني متخوف منها؟ هو القلق بس يعني ايه، ان شاء الله يا رب ما حدش يتصاب في النادي الاهلي. بالنسبه للعيبه لما حد بيقع منك برده من الاعمده الاساسيه طبعا انت بتقلق شويه. الناس كلها موجوده، ممكن اي حد يبقى فيه بديل كفء وكده، بس في ناس بعينها يعني الواحد يحافظ عليهم الفتره اللي جايه عشان الاستحقاق الافريقي اللي هي دوري نهائي دوري الابطال. انما هي دي اللي بتقلقني، ان شاء الله باذن الله باذن الله ما يكونش في اصابات. حته الوقف بقى الكروته مثلا انذارات والحاجات دي ورده، اللعيبه بتبقى حريصه جدا برضو. النادي الاهلي يعني برضو في الجهاز الفني بقى محرص عليهم، خلي ما ناخدش بطاقات كتير، كل واحد يخلي باله برضو في الالتحامات في الاشتراكات، عشان كله في الاخر بيصب لمصلحه الفريق، ان عايزين نوصل للنهائي. يعني الحاجه اللي برضو الايجابيات اللي طلعنا بيها من الماتشين بتوع الترجي، مفيش حد خد بطاقات. صح. دي برضو نقطه ايجابيه كويسه جدا الحمد لله تذكرتها، يعني ان احنا ما خدناش انذارات. تمام. فدي برضو ما تاثرش على اللعيبه بتاعتنا، وزي ما بتقولوا ايه طلعنا بحاجه كويسه يعني. فالفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله ما حدش يجرى له حاجه، ونكمل على نفس المستوى بالنسبه للعيبه يعني. طيب انا عندي سؤال اخير لان الوقت خلاص تقريبا بينتهي. فكره هنا المدير الفني تاكس جونياس اليوناني اللي هو المدير الفني الاسبق لوادي دجله، وتعيينه في هذه الفتره، ومدى يعني درايته بالنادي الاهلي والفكر اللي هو بيلعب بيه، برضو خلينا نبقى فاهمين الخصم. هو المدرب تاكس بقى له فتره كبيره في مصر، واشتغل مع دجله، وبعدين لعب قدام كل الفرق في الدوري المصري، قعد فتره كبيره معاهم يعني، وبالاخص النادي الاهلي لعب معاه مرتين او اربع مرات. ما اعرفش ان كان شارك معاه في الكاس او حاجه، فعارف امكانيات النادي الاهلي وعارف لعيبته. الاهلي الكتاب مفتوح سواء مدرب جديد او قديم. الاهلي بيلعب فيه استحقاقات كتير عنده، بيلعب على الفضائيات، بيلعب في الدوري المحلي. صحيح. ففي قراءه جيده لفرقه النادي الاهلي، فالنادي الاهلي عامل حسابه برده وعارف الحته دي كويس احنا جدا. احنا نقراه بقى. احنا عارفين فرقه بيراميدز وعارفين امكانياتهم، ومش اول مره هنلعب قصادهم، بس هو عايز يبقى مدرب جديد، يبقى يحاول يكون ليه بصمه مع الفرقه طبعا، وعايز يؤدي اداء جيد وبقوه، واكيد هيلعب قدام النادي الاهلي بحرص زائد جدا، عشان مش عايز يجي اول مباراه انه يخسر
يعني مثلا والحقيقه دايما اي لقاء بيجمع ما بين الاهلي وبيراميدز بيبقى له خصوصيه شديده جدا وليه حساسيه كمان، فيعني نتمنى ان شاء الله ان تكون النهايه اهلاويه. ماتش الاهلي وبيراميدز بيبقى زي الاهلي والزمالك بالذات انهم عندهم لعيبه كويسه وفي نديه برضه، بس الاهلي عامل حسابه الحته دي، فالمدرب عشان جاي جديد زي ما نهاوندي بتقول عايز يثبت وجوده وعايز يبقى ليه دور مع الفرقه وعايز يكمل معاهم، ما يقعدش ماتشين ثلاثه ويمشي. طب. فطبعا اتمنى التوفيق للنادي الاهلي وهو ربنا يوفقه باذن الله مع اي حد ثاني. شكرا ليك كابتن سيدي، نورتنا، وكل التوفيق ان شاء الله للعيبه وللفريق، وباذن الله نشوف مباراه قويه زي ما بنقول وفوز اهلاوي باذن الله. ويك اند سعيد على حضراتكم وعلى كل حضراتكم، ان شاء الله هيبقى حلو باذن الرحمن. نشوفكم على خير يوم الاحد الجاي باذن الله. صباح الفل.